اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، الاولى والاخيره، لان النهارده حلقتنا حلقه استثنائيه، لان النهارده هذه الفقره هناخد فيها مساحه وقت اطول شويه عشان نتكلم في هذه القضايا الشائكه، لان هذه القضيه شغلت الراي العام خلال الفتره الاخيره. لكن زي ما قلت لكم بالامس بعد المذكره التي ارسلها النادي الاهلي والبيان الذي اعلنه النادي الاهلي، هناك تحرك كبير جدا داخل مقر اتحاد كره القدم لحل هذه القضيه خلال الساعات الجاريه، وضروري حل هذه القضيه ونهايه الدوري قبل كاس الامم خلال الايام القادمه. اسمحوا لي بالتاكيد ارحب في هذه اللحظات بضيفي او طبعا هو صاحب بيت، لان ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي كبير، ودائما بتشرف بوجودي معاه، الناقد الرياضي الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام منورنا ومشرفنا والحمد لله على السلامه. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب وكل مصر يا رب بخير، عيد فطر مبارك، ومن مصر ومن قناه النادي الاهلي لكل العالم بخير وسلام يا رب ان شاء الله. طلعنا من اجازه العيد على قضيه كبيره جدا، يعني الناس كلها خرجت من الاجازه وقضيه مستمره، هي مستمره بقى لها اكتر من شهر يا استاذ عصام. صحيح، بس عايز اتكلم في جزئيه الناس برضو مش واخده بالها منها. الفكره في حد ذاتها انها القضايا اللي بنتكلم فيها دلوقتي دي كلها اختصاص لجان داخل اتحاد كره القدم، امر متعلق بلجنه شؤون لاعبين ولجنه مسابقات، وبترفع الامر برمته لمجلس اداره الاتحاد برئاسه المهندس هاني ابو ريده. دور اللجان فين؟ والخطابات اللي بتجي لها من الاتحاد الافريقي وفتح التيم اس بالاتفاق مع الاتحاد الدولي من سنه، كل هذه الامور فين مجلس الاداره منها؟ مجلس إدارة اتحاد الكورة. اتحاد الكورة فين الأول؟ الجمعية العمومية الحقيقة، يعني لم يناشد أو لم يطالب أو لم يتقدم أحد غير النادي الأهلي، بينما الجمعية العمومية اللي منوط بيها تدرس نفس الحاجات. يعني احنا لو جينا نتحدث، الفكرة التي تطرح جماهيريا هي فكرة من يحكم؟ الأهلي يحكم، الزمالك يحكم، علشان يبقى فيه دايما ضبابية في المشهد، بينما الأصل في الموضوع أسئلة كثيرة جدا حائرة. حضرتك قلت منهم سؤالين وانت بتستشرق على الموضوع، ما معناه فين اللجان؟ يعني ما أقصده أنه الجمعية العمومية هل تدرك معنى امتداد الموسم فنيا وبدنيا على لاعبيها؟ هل تدرك القيم التسويقية للمسابقة ككل، للأندية، للنجوم؟ ومن ثم هذا الإدراك كان يعني مش إنه ياخدوا موقف الأهلي أو ضد الأهلي، لا معه ولا ضد، موقف كروي، موقف يؤكد إن الكرة المصرية أوشكت على مرحلة ما بعد المخاض، خاصة وإحنا رايحين على حدث يعني أمم أفريقيا طبيعي جدا أنها تقام في مصر. أمم أفريقيا ما هياش بطولة يعني نشأت حديثا، ولكن هذه المرة هي مونديال، هذه المرة هي قياس لعبقرية هذا الوطن. ملالك بصراحة مزبوط. ما يقيمه من يفوز بالتنظيم على مدى سنتين وقرابة الأربع شهور، مصر أنجزته في خمس شهور بثمان منتخبات إضافية، يعني معاك حمولة الضعف، ومن ثم هتخرج مونديال يليق بالكرة الأفريقية فنا ومتعة واقتصاد واستثمار، وقول زي ما انت عايز. وبالتالي اعتقد ان ده كان الموسم الاهم لاحداث بعض التطوير الذي يعني اللي حضرتك قلته، ان يكون في وفاده جديده للجان، ان يكون في جمعيه عموميه تتنبه لايه؟ للاتي مره ثانيه، لاعبين يمتد بهم الموسم 55 يوم اضافي، مدربين هيفضلوا موجودين حتى لو انت كان عندك نية التغيير، نجوم عقوده ما تنتهي، استعارات او اعارات، كل ده في البيزنس. لو دي فلوس ناس كانت الدنيا خلتهم ها يعني جابوا الأولى المتحدة نفسها، واخد بالك؟ طبعا ليه؟ خسائر كبيرة، لأنه ده اسمه اقتصاد كرة القدم. طبعا انا عارف، انت عارف، انا بس بقول للي محسسنا ان احنا في عصر هواية بحت. وبالتالي الجمعية العمومية أول شيء لازم تحط إيدك عليه وانت بتفكر بقى في تغيير وتطوير للكرة المصرية، لأنه من المستحيل أن انت تبقى مش مدرك لحجم هذا الخطأ فيتم تصدير ما هو آتي، انت مع أو ضد الحكاية، لا انت مع ولا انت ضد الحكاية، واضحة وصريحة. هي مستقبل الكرة، هي أمل في غد أفضل لصناعة، كنا بنقول إنه الدولة امتلكت الإرادة دي مع كل الملفات زي تطوير الاقتصاد، زي الطرق، زي مد جسور، زي كل اللي احنا شايفينه في عنوان اسمه مصر الجديدة، أكدته مع حضرتك قبل كده من 2013، وهي الوثيقة التي وقع عليها شعب كامل.
وبالتالي هو منحى كرة القدم ده مش تبعهم، لا تبعهم، وبالتالي هنا لازم تتوقف. ليه؟ لأن هذه الصناعة يجب أن تدور ماكينتها، يجب أن تفتح مصانعها، ومن ثم باحتراف، ما فيهاش بقى واحد مشكور يفيق علينا بأنه راجل متطوع، ما فيهاش حد مشكور يقول لنا أنه في حاجة اسمها الأجندة وكأننا ما كناش يعني في العالم وجينا على العالم فجأة، ما يقولناش أنه مسألة وضع جدول للدوري ها دي فكرة يعني محتاجة خبراء من الناس التانيين وحاجات كده، كلها أمور منطقية جدا، كلها أمور طبيعية جدا. هذه النواقص هو ما يمكن أن يعتمد عليه في اللي حاصل دلوقتي من قضية. لازم الجمعية العمومية والرأي العام والإعلام يمتلكوا فكرة أننا نريد تطوير للكرة المصرية، مش فكرة يعني الزاوية الضيقة على خطورتها لكنها الزاوية الأضيق كمان مش بس الضيقة. تمام. ألا وهي هتلعب دلوقتي ولا هتلعب بعد البطولة، خاصة وإن احنا عندنا نموذج، عندنا نموذج بيدرس الآن، مباراة الوداد والترجي إعادتها باتت مرتبطة بفكرة هو الموسم هينتهي إمتى، لأنه في لاعبين في الوداد والترجي عقودهم هتنتهي بالظبط. والعب بالقائمه الافريقيه اللي انا هبعتها في اول سبعه ولا اللي انا بعتها ولا اللي انا بعتها ولسه مستمر بيها، ده لسه موضوع الترجي والوداد لسه فيه كلام كبير جدا. ما انا بقول لحضرتك اهو لسه فيه كلام تفاصيل انت يعني. لكن هنا بقى هتيجي بقى دور زي ما حضرتك قلت اللجان حتى على ما نريده من تطوير، برضه هنسميه تطوير بين قوسين في الكاف نفسه، لكن على الاقل هتلاقي اصوات تعظمت جوه في لجنه المسابقات، في لجنه الانضباط، في لجنه كذا، في لجنه ماذا، لانها قائمه على الارض شكلا بس مش بالطريقه بتاعتنا اللي هي شكلا خالص دي. عارف يا استاذ عصام، بدون قطع كلام حضرتك اسف للمقاطعه، بس هنكمل في القصه دي، بس يعني في حته ان انت ايه، فين دور اللجان؟ الاتحاد الافريقي حتى لما خد، واحنا طبعا لسه هنتكلم في موضوع الاهلي، بس الاتحاد الافريقي لما خد قرار في موضوع الترجي والوداد، باقي الاجراءات الاداريه المتعلقه بهذه المباراه المكتب التنفيذي قال دور اللجان، لجنه الانضباط، لجنه الاخلاقيات، لجنه الحكام، لجنه المسابقات، صعد كل الامور الاداريه المتعلقه بهذه اللجان لكي تجتمع هذه اللجان وتتخذ قراراتها الاداريه فيما هو متعلق بهذه المباراه. ما ده اللي بقوله حضرتك بالزبط. هو دخل معاه الملف رقم 5 اخر قرار في القرار، وراح عامل ايه، وزع 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 عشان يرجع تاني يلم الورق زي الامتحان. ده هيقول له لازم نلعب في التاريخ الفلاني، والتاني هيقول له الملعب العلاني، والتالت هيقول له بالطريقه كذا، والرابع هيقول له الفار. كل وما لديه من خبرات في المجال ده بالزبط. هل سمعت ان في واحد في اللجان دي متطوع حضرتك؟ لا اطلاقا، مستحيل مستحيل. حتى البورد في الاتحاد الافريقي بالمناسبه، يعني المكتب التنفيذي له مخصصات، لازم الناس تبقى، طب بلاش الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الدولي وكل الاتحادات النوعيه وكره القدم بقى الاهم، عندهم مخصصات بما فيها امتلاكك لسياره مثلا بدون جمارك في دوله المقر، يعني لا في مخصصات، لان انت فكره جنب فكره جنب فكره ثم وديها للجان اللي فيها محترفين، دخل اللجنه دي بالسي في بتاعته وسيرته الذاتيه، هو كمان بيكسبك فلوس بالزبط. وبالتالي اعتقد ان مخصصات كمان تليق بالدور اللي بيلعبوه سواء الاتحاد الدولي او الاتحادات القاريه لكره القدم. تمام. كل حد فيهم عنده مخصصات، وانا بقولها واعدها اهو علشان ما حدش يقول لنا ان فكره التطوع دي حاجه نبيله، يعني لا ما هياش نبيله ولا يحزنون، عفى عليها الزمن. طبعا كانت في وقت الهوايه، كانت في وقت مدرس الالعاب وما اعظمه، لما بيبني جيل، لما بيبقى في وسط الناشئين كمان مش الشباب، الناشئين، ومن ثم هو يجهزك لهذا الاحتراف. تمام. طيب انا هتكلم في جزئيه برضو مهمه جدا يا استاذ عصام، وهي متعلقه لجنه المسابقات ما قامتش بدورها. ما قامتش بدورها من ناحيه ايه؟ ان هي عارفه ان في مواعيد معينه محدده الاتحاد الافريقي حددها، كل اتحاد اهلي هيرسل الاسامي الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه. لجنه شؤون اللاعبين ما قامتش بدورها، لان الاتحاد الافريقي اختارها في شهر ابريل بمواعيد القيد الافريقي، وهي نفسها لجنه شؤون اللاعبين من خلال نظام التيم اس المتعلق بانتقالات وقيد اللاعبين ارسلت للاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي من خلال المدير التنفيذي ان التيم اس في مصر هيبدا من 1/7/2019 وهينتهي 15 سبتمبر 2019. وبالتالي اتحاد كره القدم عندما يجتمع لمناقشه هذه القضيه بعد ما النادي الاهلي فند القضيه كلها في عدد من النقاط وشرحها ووضحها وارسل بها مذكره، الاتحاد لما يجي يقعد ويدرس كل هذه الاوراق اساسا ما قدموش توصيات اللجان بشكل قانوني وبشكل علمي عشان على اساسها يتخذ القرار.
لا، دعا رئيس نادي الزمالك للحضور للاجتماع ومناقشته في هذا الامر، سمع لاراء قانونيه او اراء بعض اعضاء الاتحاد. اعضاء الاتحاد يقول لك المفروض كنا نخلص الدوري، بس طب هنعمل ايه ما الوقت زنقنا؟ مفيش معيار علمي بيستندوا اليه ولا توصيه علميه لجنه المسابقات وشؤون اللاعبين بيطلعوها لمجلس الاداره. إذن المطلوب الان ان انت تعرف فاضل قد ايه من النهارده تحديدا، خلينا نقول 9/6 الى ان يبدا القيد الافريقي، ومن ثم تقدر تقول الوقت ده اقدر انجز فيه ايه. سيبك بقى من ان احنا نقعد ندور على حل مقنع للجميع، لابد الان من بناء محكم لفتره زمنيه من 9/1 زي ما حضرتك قلت، قدهم يطلعوا شهر وقد ايه، وبالتالي تقدر تسكن فيهم ما هو يساوي في المعادله اللي ما هياش صعبه ولا حاجه. ازاي هتقيد الفرق التي ستلعب افريقيا لاعبيها وكمان يلعبوا الادوار الاولى عشان تكافؤ الفرص؟ ازاي سيتم تحديد من يلعب في التشامبيونز ليج او بطوله الانديه ابطال الدوريات، ومن ثم من يلعب في بطوله الكونفدراليه؟ حلها يعني؟ ما هو ده الحل. مفيش حاجه واحده. ايه هو؟ اخلص الدوري قبل 30/6. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك. انا برضو زي ما احنا بنعمل يعني اللي علينا في الكادر الاعلام وبنقول من اين يمكن ان تجدوا الحل، بنقول لهم ان هو ده الحل، تسكين الفتره الزمنيه دي بما يساوي انه الموسم القادم، وضبط الايقاع في كره القدم يحتاج استغلال الفتره دي للبناء عليها بصوره تسمح للانديه بالقيد وتسمح للانديه باللعب قاريا في ظل ضوابط لا تفقدها لاعبيها، لا تفقدها استثماراتها، لا تفقدها كمان الاهم وهو تكافؤ الفرص فنيا. لا يمكن ان تلعب وانت مجهد جدا جدا مع فريق واخد اجازته، واخد في نفس الوقت مساحه من الوقت قدر يقوم فيها فريقه من جديد بعد فتره راحه. السؤال الجماهيري الطبيعي هو ازاي محمد وعصام والنادي عايز يمشيهم، اي نادي ازاي هيستمروا وتحت اي نوع من انواع الانسانيه والاحترافيه ايضا هيلعبوا وهم عارفين انهم راحلون لا محاله، صحيح راحلون الى وجهه اخرى الى احتراف اخر، لكن لم يعد هناك منطق، لم يعد هناك حافز، لم يعد هناك دافع. هو ده مش تأليف ولا اختراع، ده كلام طبيعي جدا. إذن المطلوب الآن استغلال هذه المساحة الزمنية لإعادة هيكلة لما تبقى من ما يمكن أن يحفظ ماء وجه الكرة المصرية. طيب أقول لك على إحساس، ومش إحساس شخصي، إحساس لدى كل الجماهير الأهلوية وكل الشعب المصري اللي بيفهم في الكرة. أنا بحاسس إن اتحاد كرة القدم بيلعب معانا على عنصر الوقت، بمعنى آخر مباراة في الدوري يا أستاذ عصام كانت يوم 3/6، النهارده كام؟ 9/6. عدى 6 أيام. الست أيام دول مش كان ممكن نادي الزمالك يلعب فيهم مباراة؟ في الفترة دي اللي بيعدي ما يرجعش. ما خلاص، ما هو بيلعب معاك على عنصر الوقت. لا يعني تعويضه ما فيش اليوم. خلاص، قضي الأمر. عدى 6 أيام كان ممكن يتلعب فيهم مباراتين من نادي الزمالك وتتبقى مباراة القمة، كان ممكن يكون فيها نقاش. لكن دلوقتي مش هقول 1/7، ده أنت عندك مشكلة أكبر. انت ما ينفعش تلعب دوري وكاس الامم بيبدا. انا بقول لحضرتك يعني 21/6 ما علمته انه هناك احتمال انه الزمالك يسمح ليه بانه ياخد جنش اعتقد وثلاث لاعبين من المعسكر ويلعب بيهم مباراه هي مباراه الجونه على ما اعتقد الجونه تحديدا، ومن ثم يتبقى مباراتين لكلا المعسكرين الابيض والاحمر او الاحمر والابيض، بس دي هتظبط حته واحده ان كان ده صحيح، قد تسهر نتيجتها عن وجود الزمالك تاني في الدوري، وبالتالي تقدر تسمي الاول والثاني. لكن شوف انت عمال تكعبل شلة الخيط ازاي، انت عمال طيب تربط من هنا لهنا. النتيجه بقى ما هو كلها حاجات بقى ايه اللي هي فوري وبالتالي طب لو ان النتيجه لم يفز الزمالك، طب لو النتيجه فاز الزمالك، طب النتيجه تعادل، تخيل هتعمل لجزء من حل 4-5 سيناريوهات. يا استاذ عصام في نقطه كمان، انت عشان تلعب الانديه لازم بتحدد لها الجدول. طب نادي الجونه في اجازه بقى اكتر من حوالي اسبوع 10 ايام، هتجيبه على ماتش ازاي؟ الزمالك نفسه ادى اجازه بعد المباراه الاخيره، نادي الاسماعيلي مريح بقى اكتر. جالنا خبر النهارده انه الزمالك ابلغ لاعبيه اداريا يعني ان يعودوا يوم الاحد القادم، اكيد مش النهارده يعني كمان اسبوع. ده الخبر الرسمي يعني مثلا. طب انا دلوقتي بتعامل مع لجنه مسابقات واتحاد كوره
بيتعامل مع القرارات بناء على نتيجة الماتشات. هي الحقيقة فين زي ما قلت لك رد الشيء لأصله، فين بقية الأندية؟ حاجة غريبة جدا. يعني احنا في واحدة من الحلقات اعتقد جبنا مدربين وجبنا يعني اجهزه فنيه عشان هم نفسهم يقولوا رايهم. طب فين بقيه الانديه؟ معانا تليفون مهم جدا من نادي الداخليه سياده اللواء عثمان دسوقي مدير التنفيذي لنادي الداخليه والمشرف على فريق كره القدم بنادي الداخليه. سياده اللواء مساء الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وفي ضيافه الاستاذ عصام شلتوت بيسلم على حضرتك. وسلم على عصام بيه وان شاء الله بالتوفيق دايما كده. سياده اللواء كل سنه وحضرتك طيب فن. كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير ان شاء الله. طبعا هارد لك لنادي الداخلية لم يوفق السنة دي في الدوري الممتاز، لكن بالتأكيد هناك ظروف كان ليها دور في ده ان نادي الداخلية لم يستمر في الدوري للموسم القادم. لكن سمعنا ان هناك تحرك من عديد من الأندية بعد بيان النادي الأهلي لصالح الكرة المصرية. ما هي الخطوات التي سيتخذها نادي الداخلية خلال الساعات القادمة اذا كان لدى حضرتك بالتأكيد معلومات مؤكدة في هذا الشأن؟ طيب استاذنك بس نبتدي يعني في بدايه الموسم. اتفضل. هو الاشكال الموسم ده من بدايته ونهايته دي عنوان البدايه بتاعته. حضرتك احنا كل الانديه ال 18 نادي لو جبت ال 18 نادي كده كلهم مضارين من هذا الموسم. مفيش نادي، ادي اكبر ناديين الاهلي والزمالك الاثنين برضه مضارين. المفروض ان اتحاد الكره ده اللي هو الخبره كلها في اداره المسابقه. الانديه دي فروع بالنسبه لاتحاد الكره. طب انت اتحاد الكره ادي شايف المغرب وشايف تونس نفس القصه وبدل الدوري بتاعهم استكمل قد البطوله الافريقيه. احنا حضرتك احنا يعني بدايه الموسم ال 18 نادي ممكن 15 16 نادي مين اللي كانوا موجودين؟ كانوا رافضين حته زياده عدد قيد اللاعبين من 25 ل 30. تمام. كان الاستبدال كان اثنين لاعبين، فوجئنا الاستبدال بقى مفتوح. الدور الثاني يعني حضرتك انا هضربك مثل بسيط قوي، احنا جبنا في الدور الاولاني 19 نقطه. الدور الثاني لما الفرق كلها في فرق غيرت جابت 30 لعيب ما ينفعش. يعني هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد فيهم قايد 70 لعيب. دولهم تقريبا احسن لاعب 70 لعيب هنا واحسن لاعب 70 لاعب. باقي الانديه كلها بتدور على الفتات من اللاعبين. فحتى لو جبنا لاعبين في الدور الثاني مش هم المستوى اللي يقال ان انت ايه تجابه الانديه الكبيره. بقت الناحيه الماديه هي طاغيه على البطوله. انما لو من اول الموسم قالوا والله هم 25 والاستبدال اثنين كان كل الانديه مشيت كده، كانت بقى في لعيبه كتيره متوزعه على الانديه. ما كناش وصلنا للمرحله ان المنتخب دلوقتي مش لاقي لعيبه كويسه تلعب، مع ان اللعيبه اوريدي في لعيبه كويسه جدا في الاهلي والزمالك بس للاسف ما بيلعبوش. فدي يعني دي حضرتك دي نمره واحد، ده الاساس اللي بوظ المسابقه. نمره اثنين التحكيم. بنبص حضرتك مره بنلاقي مباراه بتتحكم فيها ثلاث حكام، مباراه ثانيه فيها خمسه، مباراه ثانيه فيها سبعه، مباريات حكام عرب، مباريات حكام اجانب. ما حدش بيعترف الكلام ده خالص. حاجه ثالثه، المفروض انت كراجل يعني سوري باللفظ بنفهم كلنا في الكوره ما بنقولش حاجه، بس مش معقول العب ثلاث ماتشات 10 ايام واقعد 40 يوم ما العبش. ما ينفعش. انا مدرب وانا الجهه بس في الرياضه اللي يعمل يعني تاهيل لاعبته في اسبوع في 10 ايام ثلاث مرات ويقعد 40 يوم ما يلعبش. ما ينفعش طبعا. دي تبقى رياضه؟ دي مش رياضه. فانا قصد حضرتك المفروض السنه دي لو انا من هنا بوريدا ومن اتحاد الكوره كله الغي المسابقه كامل وابتدي من دلوقتي للي جاي يبقى صح. مش انا هبوظ المسابقه السنه دي وابوظها السنه الجايه عشان عايز اعدل الامور. فين اللعيبه اللي انت هتستغنى عنها في الفتره دي؟ فين اللعيبه اللي انت هتجيبها؟ فين المدربين اللي هتمشيهم؟ فين اللعيبه الافارقه اللي هتدفع لها فلوس وانت مش عايزها لو استمر البطوله اللي بعد بطوله الامم الافريقيه؟ حاجات كتيره جدا 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 للاسف المفروض الناس كلها اللي في اتحاد الكره والانديه. احنا طبعا تسع انديه من ضمنهم الاسماعيلي المصري والاتحاد السكندري دول من الانديه الشعبيه بالاضافه للانبي وبتروجيت بالاضافه للمعاونين العرب بالاضافه لسموحه بالاضافه للنجوم ونادي الداخليه مقدمين مذكره لاتحاد الكوره. مذكره رسميه ارسلت لكل من كل هذه الانديه وبتوقعات رسميه؟ لا بتوقعات رؤساء الانديه. رؤساء الانديه. طب يا سياده اللواء استاذن حضرتك
لانه الحقيقه حضرتك قلت نقطتين مهمين جدا، القيد والتحكيم، وده في بيان الاهلي طبعا. لا انا اقصد بقى لما قلت لك نرد الشيء للجمعيه العموميه بالظبط، كيف وافقوا على قيد مفتوح في البدايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان وافقوا على فكره الاستبدالات المفتوحه وكذا. ادي اقول لحضرتك على حاجه بس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اللي كان اللي هو الاجتماع اللي تم في اتحاد الكوره كان للاسف الاجتماع ده ما تمش، حصل نقاش حاد بين شوبير ومرتضى منصور وانتهى الاجتماع. لا خدنا قرارات بحاجه ولا حاجه، و16 نادي موجودين. الكلام ده حصل، حصل النقاش بين شوبير ومرتضى منصور وكل الناس قعدت تهد بينهم ونزلنا وكل الانديه مشي. فوجئنا قرارات طالعه. طب وده ينفع؟ طب الاتجاه حتى في التحكيم اللي انا بتكلم اللي بقول لحضرتك عليه ايه؟ ان ال 16 نادي مضارين او ال 18 نادي مضارين من الاسلوب الغير منتظم في اداره المسابقه. كلكم بتتفقوا يا سياده اللواء على اداره المسابقه افتقدت لمبدا اللعب النظيف، عدم تكافؤ الفرص، مشاكل تحكيميه، مواجبات او ملائمات معينه، مؤامات معينه في تنفيذ جدول الدوري لانديه وانديه اخرى. ده اللي تقصده يا سياده اللواء صح؟ تمام كده. وبعدين في موسم يقعد سنه كامله، فين فتره الراحه للاعيبه؟ الراحه الايجابيه فين؟ والراحه السلبيه فين؟ في حاجات كتيره جدا. فتره القيد كمان الجديده. وهنبوظ الموسم اللي جاي. بالظبط. طب المذكره اللي قدمتوها النهارده، ايه رد الفعل من اتحاد الكوره او ايه اللي اتقال لكم حضرتك بعد تقديم هذه المذكره؟ القصه ان احنا لازم ناخد موافقه المسابقات بالرابطه والقبول، وبعدين تقديمها التظلمات برضه بالرابطه والقبول، وبعدين توديها المحكمه الرياضيه في اللجنه الاولمبيه، وبعدين تبعتها بره. نفس المسلك القانوني. يعني زي ما تقول حضرتك ايه، يعني لازم اتحاد الكوره يهدى كده مع نفسه شويه ويبسط الامور، ومحدش بياخد حاجه معاه. احنا بنقول ايه؟ راعوا يا جماعه مستقبل الرياضه في مصر. الرياضه دي القطاره اللي بتشد البلد كلها. طب لما القطاره دي مش مظبوطه خاصه الرياضه، يبقى انت ايه اللي هيجرى؟ فلو سمحتوا اقعدوا مع بعض، اتحاد الكوره يقعد مع بعض كده ويجيب رؤساء الانديه بهدوء برضه، والناس كلها تقعد وتتفق بما فيه الصالح للرياضه. طب انما اللي بيتم ده ما ينفعش. طيب سيادة اللواء، سؤال أخير. إذا ما رفض اتحاد كرة القدم هذه المذكرة المقدمة من 9 أندية زي ما ذكرت حضرتك، لكن وافق على انتظام مواعيد القيد في الموسم القادم، انتظام المباريات في الموسم القادم وتحديد بداية الموسم ونهاية الموسم، نهاية الموسم الحالي قبل كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي ده هيكون للصالح العام للكرة المصرية السنة القادمة، هل ده بالنسبة لك هيكون مرضي، ولا أنت بالنسبة لك حضرتك شايف الأفضل لإلغاء المسابقة بشكل نهائي؟ الأفضل إلغاء المسابقة، وتتحط قواعد ولوائح مظبوطه يمشي عليها الانديه من اول اكبر نادي لاصغر نادي. طب والانديه اللي هتصعد السنه الجايه؟ هم قبل كده كان في قبل كده اتعمل مجموعتين، ما فيش اشكال خالص. ايه الاشكال؟ اللي الدوري الانجليزي 20 فرقه، ايه الاشكال؟ احنا هنبقى 21، هيبقى رقم فردي. ايوه انا قصدي ايه؟ هيبقى اسبوع باي. قبل كده وقبل كده اتعملت مجموعتين. طب سؤال يا سيدي، بعدين هقول لحضرتك حاجه برضه. اتفضل. الانديه اللي تحت اللي هو الدرجه الثانيه والثالثه في اشكالات، فالاشكالات دي كلها لازم تتحل كلها مع بعضيها. يعني الانديه اللي تحت عندها اشكالات، والانديه في الدوري الممتاز عندها اشكالات. ما تقعدوا يا ناس، المفروض ان انتوا خبراء في الرياضه، اقعدوا مع الناس رؤساء الانديه واعرفوا القصص ايه وحلوها صح. انما كل الناس كلها متخانقه مع بعض عشان ايه؟ دي احنا رياضه، والمفروض دي رياضه اخلاق، عشان ما نحتكمش للنصوص اللوائح والقوانين وتبقى الامور بالظبط. بالظبط. عليها ثابته، ما فيش لائحه ماشيه عليها ثابته. وده اللي قاله النادي الاهلي في بيانه، ما فيش احتكام لهم. احنا طبعا مؤيدين بيان النادي الاهلي طبعا. ليه يا سياده اللواء المذكره او المعروض ده من 9 بس؟ ليه مش من الاغلب الاعم من الانديه حتى اللي خدت راحات؟ انا بص حضرتك، الانديه الباقيه كلها موافقه، بس طبعا ما فيش وقت. عندك الحرس الحدود موافق، عندك كانت الانتاج الحربي موافق، عندك طلاع الجيش ايد البيان بتاع النادي الاهلي، هيبقى فاضل عندك وادي دجله والجونه. الجونه نفسه ارسل خطاب يعني يا سياده اللواء بنفس المعنى ده على فكره من حوالي اسبوع يا استاذ يعني عصام. بما معناه انه غير التسع خطابات في الباقي وافق لكنه لم يرسل بس بورق رسمي يعني. بشكل رسمي بالظبط كده. الكل متفق على هذه المعاني بالنسبه لبيان النادي الاهلي، لكن بالتاكيد نادي الداخليه والنجوم
وبتروجيت ليهم اتجاه في مسألة إلغاء الهبوط لتكافؤ الفرص في أمور أخرى بقى، اللي هو فتح القيد دون موافقة كل الأندية، عدم انتظام المسابقة، ضغط الأندية في مباريات ومباريات أخرى. لا يعني في قصص هنا مختلفة ما بين كل نادي ونادي حسب الظروف اللي تعرض لها على مدار الموسم يا سيادة اللواء. تمام كده. تمام. طيب سيادة اللواء أنا بشكرك شكرا جزيلا، وهنتابع مع حضرتك خلال الساعات القادمة إيه اللي هيظهر في اتحاد كرة القدم بخصوص المسابقة اللي مش عارفين نهايتها إمتى ولا شكلها هيمشي إزاي. كل التوفيق لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. أستاذ عصام يعني هو ده اللي قلته لحضرتك. نفس المعاني ونفس الكلام بنأكد عليه. القيد حينما يعني بدأت النيران تقرب من جلبابك بدأت أنت تشعر بإيه؟ بخطورة الحريق. التحكيم وده بس يعني ست اللواء طبعا يعني ما هوش المسؤول لكن كان نفسي يبقى في وجوده نطرح السؤال. يا راجل حتى الناس بتدفع الفلوس وما بيطلبوش ان الحكام اللي يجوا معلومين يا استاذ محمد، يعني من الاسماء الرنانه يا استاذ محمد، يعني اول ما تسمع اسمه تقول ده انا سمعته في النشره قبل كده، فاكر قلنا الموضوع ده كذا مره مش كده برضه؟ لكن يجاب لك كولومبو بوندو مين يا عم؟ مين يا عم؟ اهلا وسهلا طبعا حكم دولي في بلادك على الرحب والسعه، تيجي زائر تيجي سائح، لكن تيجي تحكم في الدوري بينما دوريات اخرى اقل منا جمالا تلاقي فيها شاكيري ومش عارف مين ومين وبرزانوف وايه ايه عم ده في اتجاه. لا لا بما انك ذكرت موضوع الحكام ويمكن الكلام ده لاول مره يتقال، في اتجاه لدى المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي خلال الساعات القادمه الاستعانه بطاقم تحكيم اوروبي لقياده اياب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي والوداد. طبيعي جدا بعد الازمات التحكيميه اللي حصلت، الحكم الاثيوبي والحكم الجنبي بكاري جسالة وبعد ايقاف جهاد جريشة. الإخوة يعني مش التوانسة تونس الشعب أو المغرب المغرب المسؤولين الشعب في الاتحاد الأفريقي. المسؤولين بس من حظنا كعرب إن هو جنسيته من دولة شقيقة والآخر أيضا لما كانت الأندية التونسية تحب تعجن الأندية المصرية المغاربي يا فندي يروح عامل كده، لما كانت الأندية المغربية تحب تطحن النادي المصري الأخ تونسي يا فندي يعمل كده بالزبط. لما هم بقى اللي إيه اللي دبوا في بعض، لانه كمان انت واقف مواقف الحقيقه اقل ما توصف بها انها مخزيه. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام وعضو اتحاد كره القدم حكمه الاول جهاد جريشه بغض النظر عن حجم الخطا لانه خطا صافره لا تحقيق ولا رشوه ولا ده ولا ده ولا ده بالزبط. وبالتالي يرضخ وهو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي نائب رئيس تقريبا في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. انا بقول لك اهو يرضخ لايقافه 6 شهور. عارف من ضمنها ايه؟ من ضمنها ايه؟ شهر القيد القائمه الدوليه، يعني يبقى بره سنة. مقابل وش كده وعلى مسؤوليتي ساكوزي وهذا الجسامه اللي انا قلت لك مره هنا انه يكره هذا الوطن وفي القلب منه النادي الاهلي. وبالتالي انت بترفع جهاد جريشه اتفق واختلف مع اداؤه الفني وعلشان تمرر مين؟ لا عشان تمرر مين كمان؟ ده هيقعد في بيتهم لانه شهر القيد اللي يخليه يحكم حتى بعد ما يعود من الايقاف هيكون عدى شهر اكتوبر بالظبط ايقافه. واعتقد انه لو تم هتبقى وصمه في جبين الكابتن عصام عبد الفتاح. يا اخي طب استقيل يا اخي حتى تلقي الضوء على القضيه كاملا، مش هيحصل حاجه. انت عارف جهاد جريشه قبل ما اجي التقيك عامل ايه النهارده؟ بعت محامي الخاص عشان يتاكد ان في التماس اتبعت. الكابتن عصام عبد الفتاح بعت التماس بيتاكد ان في التماس اتبعت لانه لا يثق حكم مصري الاول واحد اختاروه في الفيفا والكاف انه من الفصيل الالف فئه ممتازه جدا جدا كمان يبقى بنشحت عليه التماس؟ لا ده انا اقول مش لاعبين خطا صفاره. ده في نقطه كمان غريبه، ده الالتماس لما طلع يا استاذ عصام من مش هقول من اتحاد الكوره، ده الالتماس خارج من لجنه الحكام مش من اتحاد كره القدم. يعني الخبر اللي نزل على موقع رسمي لاتحاد الكوره التمست لجنه الحكام مش التمس اتحاد كره القدم. انا ولا فارق معاه ولو ان ده مهم جدا المعنى ده مهم، لكن انا التصنيف الاداري ده يا اخي حتى انحاز وانت حكم لحكم يعني بالبلدي كده طبعا. انتوا ازاي يا كباتن ساكتين؟ دي سابقه خطيره لاول مره تحصل. بص اي ازمه عايز تحلها في حاجه كده عالميه قاتل الله السياسه اسمها ايه؟ تأزيم الازمه حتى يتم حلها. وبالتالي ماذا لو استقال عصام عبد الفتاح وعنوان استقالته ماذا الذي يحدث في الغرف المغلقه؟ الساكوزي ده كان موقوف يا راجل ورجع حكم عادي جدا، ده حطوه فار في ماتش الترجي والوداد واصلا يا عم ده كان موقوف من كام شهر موقوف في فضيحه برضه ماتش الترجي و لكن يا سيدي أنجولا. لكن يا سيدي الفاضل ناس بلده في الاتحاد الافريقي ما بيروحوش لجان، بيروحوا مناصب
كبيرة، وبالتالي بيقدروا صحيح يعني بما لا يمكن أن يكون حقيقي ها أو نظيف زي ما بيقولوا، لكنهم بقوا بيتحكموا. هو يا أستاذ محمد أين أنت مما يحدث لحكمك الأول؟ وأنا أعني ما أقول سواء في الكاف أو في الفيفا. الواقع دي مش غريبة بالنسبة لي أستاذ عصام، عارف ليه؟ لأن السنة اللي فاتت النادي الأهلي اتمنع من جمهوره في مباراة سيمي فاينال إفريقيا بقرار من لجنة الانضباط، وفي عضو في اتحاد الكرة المصري في لجنة الانضباط بعد مباراة الأهلي وحرية كوناكري. أيوة. الأهلي اتمنع جمهوره في مباراة وفاق الصيف بقرار فردي لرئيس لجنة الانضباط، وفي عضو في اتحاد الكرة المصري عضو في لجنة الانضباط. شوف، قد تكون أحيانا للكبارة علامات، بس أنا بتكلمش على لما يبقى لينا عضو يعني في لجنة، لكن أنا بتكلم على مثلا على عنوان زي النادي الأهلي. النادي الأهلي كان يمكنه إيقاف النهائي وإحنا في الطريق إلى رادس يعني لما تعور ابننا هشام محمد. لكن احيانا للكبارة عنوان يعني، ما بتقدرش انت مصر في الاخر، والنادي الاهلي الزمالك اي فريق بيشارك محسوب انه من دولة المقر، من الدولة الام، من الشقيقة الكبرى. لكن لما يبقى الموقف كده يبقى زي ما انت قلت الافراد بقى لازم ينتبهوا انه كل حاجة تبقى صح، يا اما ما يعودوش على الترابيزات دي. حتى يا اخي اربأ بنفسك كمصري ان تجلس على مكان تفضل تحاك فيه المؤامرات لغايه ما تولع فينا. تخيل يعني انت في مشاهد كده ما انتش واخد بالك منها وسايبها تمر، الرجاله بتدب في بعضيها لتثبيت اوضاع هم اللي بيستفيدوا منها حضرتك، لكن فجاه يروح خابط لك خبطه في موطنك يا عزيزي، فتكون النتيجه ان تصمت وتصمت وتصمت. لا، الخريطه دي محتاجه حراك، الخريطه دي محتاجه تطوير. صحيح يعني بعض الأندية مش بس ظلمت، قد تكون ذبحت أيضا لغياب اللوائح، لكن يعني ما يزعلوش مني، هم أصلا من أعطوا سكينا لمن يقطع رقابهم. طيب. ليه بقى؟ لأنه عندما تصمت وأنت الجمعية العمومية صاحب كل الحقوق الحصرية أنت النهاردة بتتسول حقك. طيب، وأنا بكمل الجزئية المتعلقة بي، وإحنا طبعا أمور النادي الأهلي واللي بيحصل في الكرة المصرية دايما بياخدنا المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي وماتش الترجي الوداد، لأن في تشابه شوية في بعض القرارات. لكن في ظل كل هذه الأحداث والعصام، وإحنا بنتكلم على بيان النادي الأهلي والمذكرة التوضيحية اللي أرسلها النادي الأهلي والشكوى لجنة التظلمات، وأنا بقول وبأكد إن الأهلي زي ما يكون ألقى حجر في المياه الراقدة والكل اتحرك بعد ساعات من بيان الأهلي بالأمس والمذكرة اللي أرسلها لاتحاد الكرة. لكن يجي لك في نفس الوقت ناس تقول لك إيه، طب هو الأهلي هيكمل الدوري ولا لا؟ ما احنا مش فاهمين الاهلي عايز ايه، هو بيان الاهلي يقصد ايه؟ السؤال ده الرد عليه ازاي يعني بعد كل ده؟ الناس تقول لك ايه، هو الاهلي هيكمل الدوري ولا لا؟ لا، ما فهمت ان الاهلي بيحتفظ بكامل حقوق المؤسسه، وبالتالي هو ضد اي اثاره للشارع المصري والراي العام المصري، اللي هو المفروض برضه ما حدش يقول لك اصل ده بيأثر على البطوله وكذا. ما البطوله وما الاوضاع داخلية، مال أمم أفريقيا إنك على طول تخد الناس البطولة عندنا؟ يا البطولة عندنا؟ يا عم البطولة عندنا، ده ماله بترتيب مواقف داخلية؟ ومن ثم دايما حد عاوز إيه يحط لك، عارف العجلة وهي ماشي عايز يحط فيها إيه، حتة خشبة تعطلها، وقال يعني هو الأهلي كده بيأثر على البطولة. أيوة، ليس حريصا. هي نفس القصة برضو اللي لما تحصل بعض ما يسمى به شبه فساد فيتم طلب أحمد أو القبض عليه أو ضبطه وإحضاره أو سميها زي ما تسميها، فيقول لك البطولة بطولة اللي في خطر يا عم. حتى لو طلبت جهات أوراق وكذا، ما حدش واخد باله إن الكاف ده في مصر هو مؤسسة يصعب التعامل معاها في الأطر دي. دي حاجة. الحاجة التانية هي في النهاية حتى إن حدث من جهات دولية طلب تفتيش أو أخذ عينات أو أوراق، هي عمارة وقف قدامها البوكس بالبلدي، انت مالك فرحك انت في الشارع الثاني؟ بلطر واخد بالك، اتوقف بالظبط بلطر والدنيا ماشيه، وكاس العالم اتلعب، بلاتيني اتاخد، وكاس كانت الحكايه بس اتلعب. ايه هيروح الماتش ولا لا؟ بس انما هنا لازم يعمل لك نيران كثيفه علشان يهددك من حاجه. ايه هي؟ ولا حاجه، مفيش حاجه. مصر ملفها شغال يا اخي. بيحدث ده في الوقت اللي كم الشكر لدوله رئيس الوزراء وللجنة المنظمة وللسيد الرئيس بالمناسبة طبعاً من انفنتينو شخصيا، وهي الدولي. قليلا ما تحدث، حدثت قبل ذلك المرة الثانية التي تتحدث فيها قيادات كرة القدم عن رئيس دولة. أنا معجب جدا 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 بفكر وتخطيط انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي. عارف قيمة مصر، عارف
القيادة السياسية في مصر بتعمل إيه بالنسبة للقارة الإفريقية خلال الفترة القادمة؟ أيوة بالمعنى الدقيق، أنقذت بطولة بالزبط. هو يرى أنها ثاني أهم بطولات وصرفات كأس العالم، يعني بعد أمم أوروبا بالزبط. لاحظ بقى أن كوبا أمريكا بعدنا، تخيل بميسي ورونالدينو وعلي محسن واي حد يا جماعه. انا بقول لك اهو يعني احنا بنحاول نخلي الناس بس تنسى يعني الازمات دي، لكن انت في النهايه رجل يعي قدر وطن زي ده، وطن يمكنه ان يصدر هذه السلع مش بس كصناعه بهجه ولكن بكل تفاصيلها، خبرائها هم من اقاموا الكره في هذه القاره وفي مربعنا العربي طبعا وأمادة الشرق الأوسط جمعاء، خبراءها هم اللي وضعوا اللوائح. مصر كانت إلى ستينات القرن الماضي من الدول، مش فاكر كام دولة عشان محدش بس يسيب كل حاجة ويمسك دي، اللي بتقول حاجات في تعديلات القوانين. خلي بالك مصر اللي منها شخصيات أدارت على مدار التاريخ أماكن طيب. كبرى في الاتحاد الدولي والاتحاد القاري. طيب أخذ تليفون مهم بنستكمل الحديث به عن اللي بيحصل في الدوري المصري، وكان معنا من ذو لحظات تليفون سيادة اللواء عثمان دوسي، وله في هذه اللحظات أيضا معايا تليفون نادي النجوم الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومتابع الحوار، وكان ليه يعني طلب أنه يعمل مداخلة معنا عشان يتناقش في هذه القضية المتعلقة بالكرة المصرية وما يحدث في الدوري هذا العام، مبدأ تكافؤ الفرص والفير بلاي، أمور كتيرة جدا. أستاذ محمد الطويلة مساء الخير على حضرتك، منورنا ومشرفنا وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير. مساء الخير على الأستاذ جميل الأستاذ عصام شلتوت، وأنا مستمتع فعلا بالحديث بينكم. الله يخليك. سنة حضرتك طيب. بالمداخلة. وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك. عايز بالظبط اتفضل. انا هاخد من كلامك الحته اللي انت قلتها لان ده مدخل مهم جدا، وهو ان الاهلي القى بحجر فحرك المياه الراكده، وهي ديت منطق الاشياء. تمام. لما الكبير اللي هو نادي الاهلي والكبير نادي الزمالك بيكون له مواقف معينه، الدنيا بتتحرك والدنيا بتنظر للمواضيع بنظرة مختلفة. احنا 18 نادي، 9 أندية من شهر كامل قدمنا مذكرة لاتحاد الكورة وتظلم لاتحاد الكورة بكل ما جاء في مذكرة النادي الأهلي بل يزيد. تاني، قدمنا مذكرة بنقول فيها على كل العوار وكل ما يبطل هذه المسابقة من أكثر من شهر، وكل اللي جه في مذاكرتنا الأهلي احنا ذكرناه في مذاكرتنا، ولكن يبدو ان الأهلي اما بيرمي فهو حجر قوي جدا، اما احنا فلا اهتمام من اتحاد الكرة بباقي الأندية، ودي عيب كبير جدا جدا. استاذ عصام مش هيوافق عليه، واي انسان رياضي حر في مصر مش هيوافق على الكلام ده. ما ده اللي قلته انا اسف يعني للمداخله، ده اللي قلته لزميلي وصديقي العزيز الاستاذ محمد، قلت له الجمعيه العموميه هي من تفرط، يعني لدرجه انا مش عارف حضرتك بتقول على نادي النجوم ولا بتقول قدمنا على باقي الانديه. اين الجمعيه؟ اين الجمعيه العموميه؟ 9 انديه، 9 انديه من انديه الدوري الممتاز لهذا العام. واللي انا عايز اوصله طبعا الموضوع الجمعيه العموميه انت معاك حق فيه، بس ده عايز حلقات كبيره نتكلم فيه. قضيه اكبر. احنا بنتكلم دلوقتي يعني كيف يجرؤ او كيف يقبل على نفسه اتحاد الكره ان يتعامل بهذا المنظر، لما الاهلي نفس الكلام ونفس اللي احنا قدمناه من شهر لم يردوا على المذكره. يا رجل بعت لهم مره واثنين وثلاثه قال لهم من فضلكم ردوا على المذكره احنا بعتها، لم يردوا. لما الاهلي القى بالحجر، وده عجبني جدا تعبير محمد سعيد، لما القى بالحجر تحركت المياه الراكده، وطبعا الاهلي قيمه كبيره واحنا بنحترمه كلنا هو والزمالك، ولكن ده بيعني ايه؟ بيعني ان المنظومه قايمه على الصوت المزلزل مش قايمه على صالح الانديه. صالح هي النهارده بتدير مسابقه للاهلي والزمالك فقط، هو النهارده بسرعه الناس اللي في باريس واللي في كل حته يجوا بسرعه ويعقدوا اجتماع، ناس واصله من باريس الساعه 1 او 2 صباحا ويعقدوا اجتماع ثاني يوم وكل الاعضاء يحضروا ورئيس نادي الزمالك يروح بنفس اتحاد الكره، التحرك ده كلته تحريك مياه الراكده. طب والتسع انديه اللي اتكلموا قبل كده، مجرد انك ترد على المذكره يا رجل لم يحدث اي عداله تتكلم. هذا الاتحاد وهذا النظام وهذا العبث اللي حصل النهارده
اقسم بالله العظيم واتحدى لو واحد يجيب لي حاله مثل موجوده في اي دوله في العالم او في دوري للمدارس. تمام. لم يحدث ابدا استاذ محمد، بس اتفضل كمل. اتفضل استاذ محمد انا كنت بس عايز اعقد يعني فكره في وجهه النظر. النادي الاهلي لما زي ما حضرتك بتقول ان المعنى ده كان ليه مفهوم كبير، القى حجر في المياه الراقده، هو كان صوت الحق في اعلان عدد من الموضوعات واعلان موقف في عدد من المواقف التي مرت على النادي الاهلي على مدار الموسم، سواء لصالح النادي الاهلي او لصالح الانديه المصريه. لصالح النادي الاهلي في نقاط محدده الاهلي كتبها في المذكره وارسلها كشكوى لجنه التظلمات، وفي نقاط اخرى لصالح الجميع. بمعنى مبدا تكافؤ الفرص وقواعد اللعب المالي النظيف او قواعد اللعب النظيف هي لصالح ال 18 نادي او التسع انديه مع النادي الاهلي. الاهلي وذكرها الاهلي في بيانه الاولاني بالظبط، وذكرها امبارح بالظبط. لكن انا عشان الناس ما تفهمش يا محمد، اتفضل، انا عشان الناس ما تفهمش غلط ان انا بنقول النادي الاهلي، طبعا لا، النادي الاهلي نادي كبير جدا وحرك المياه كده، ده تعبير عجبني جدا لان دي الحقيقه. ده حقيقي، مش معنى كده النادي الاهلي بيعمل لحسابه، بالعكس الاهلي من اول يوم قال ان هذا الدوري في ظلم بين على كثير من الانديه ومعظم الانديه اديرت، وان المنظومه بتقوم بافعال لا يمكن تقبلها. فالاهلي الوحيد اللي هو لم يتحدث عن نفسه هو النادي الاهلي. يعني يمكن احنا لما كده اتكلمنا على المشكله بتاعه الانديه اللي هي الثمانيه، ما اتكلمناش كتير على الحته بتاعه الاول والثاني والمنافسه على البطوله. ولكن الاهلي للامانه هو النادي الوحيد اللي طلع واعلنها بالصوت العالي ان كل الانديه اديرت، وان ده هو ظلم بين يجب ان هو يعني يعاد النظر فيه. طيب. ده نقطه اشكرك انك انت وضحتها لي عشان ما تفهمش كلامي بالظبط. انا بقى بالظبط كده بالظبط كده. طيب ما هو مقرر خلال الساعات القادمه او ايه اللي في ايديكم تعملوه؟ يعني سياده اللواء عثمان دسوقي قال اذا ما ردش اتحاد الكره سنتجه بلجنه التظلمات، مركز التسويه والتحكيم، الاطر القانونيه واللي برضو ذكرها بيان النادي الاهلي. اه بالظبط. بص احنا المفروض ان اتحاد الكره وقع في خطا برضو للاسف الشديد. انا مستغرب جدا، وده برضو من موضوع ان هو جمد المسائل، حط المواضيع في الفريزر، الوقت نكسب الوقت زي ما كنت سالتك بتتكلم دلوقتي، بيراهن على الوقت. بالظبط. هو ما ردش علينا لمده شهر. قانونا من حقنا خلاص ان احنا نتجه للاطر الثانيه، طالما انت ما رضيتش عليا وطلبتك مره واثنين وثلاثه وترد عليا ما رضيتش، انا هوصل بعد كده للجهات الثانيه اللي هي المركز التسويه الرياضيه، وبعدين هنطلع على الفيفا. وهقول لك على حاجه، مش هنسيب القضيه ديت مش عشان خاطر ان احنا نبقى في الدوري او عشان حاجه من دي، لان في ناس هيقول لك يا عم ما ده عشان هبط وبتاع، ده كلام صغير جدا. احنا بنتكلم على منظومه احنا ذاتي بنوصم بالعار في الرياضه المصريه، بنوصم ان احنا الرياضه المصريه عندنا هرجله، الرياضه المصريه عندنا بتكيل ب 50 مكيال، والدليل النهارده اهو الاهلي خلى كله يجري ويقعد على الترابيزه. وعايز اقول لك على حاجه، في حاجه ثانيه هم بيحاولوا بيلعبوا بيها، يعني بيتكلموا فيها كتير جدا، كل ما اتكلم حد يقول لك لا سيبك من الكلام ده كله، احنا الجهه السياديه بتتدخل. انا اشك في هذا الكلام، وإذا كان هناك إحنا مستعدين نقبل كلام أي جهة تتكلم معانا بمنتهى الوضوح، لكن إنه يهددنا ليل ونهار بالجهة السيادية، أنا مش شايف إن في أبداً حد بينصره. لا يا لا ما أعتقدش في عمل مؤسسي، وكل مؤسسة بتدير. وأنت راجل أصلاً طول الوقت، أنت راجل اقتصاد ورجل أعمال، لا عمر حد هددك ولا حد نال منك. لا الحقيقه وانا بنقى استاذ عصام، ايوه فندم، بنقى عن الجهات المصريه والمسؤوليه عن ان حد يتكلم باسمها. يعني دي احنا عتاد. بص يا استاذ عصام، انت عهدت كل ما يحدث باتحاد الكوره، هددونا بالفزاعه بتاعت الفيفا، وهددونا بالمش عارف ايه، هي دي الطريقه. قلنا النهارده الفزاعه الفيفا قدمت شويه، النهارده طب في تهديد تاني بشكل اخر. لا اوعى تتكلم دلوقتي، احنا مقدمين على امم افريقيه مصر. لا دي لسه قايلينها بالظبط. بس هقول لك على حاجه يا عصام، معلش اسمح لي يا بيه. انا اللي شايفه هو اساسا اتحاد الكره بره اللعبه دي خالص. هو النجاح اللي احنا بنحققه للبطوله الافريقيه من الان ومن شهر ومن ان ساعه ما خدناها ينسب للحكومه بتاعتنا طبعا، ينسب للحكومه وليس لاي طرف اخر. وبعدين التنظيم ده تنظيم الاتحاد الافريقي، انت كاتحاد كوره دورك بسيط جدا في المساله. فمش كل ما حد يكلمك يقول لك لا ده مش وقته، احنا عندنا البطوله.
يا اخي خليك سيب البطوله اللي الدوله بتنظمها واقعد انت اقفل بابك عليك ونظم بطوله الدوري، حل مشاكلك بابك عليك ونظم المسابقات صح. طب انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل يا سمر. هو ليه التسع انديه بدلا ما يعني يتقدموا بمذكرات اعتراضيه، ولو ان ده طبعا حق مشروع، ليه ما بيقدموش طلب واضح ان الدوري المصري يبقى نسخه من دوريات العالم تتعمل رابطه؟ يا استاذ عصام، الاستاذ عثمان كان لسه بيكلمك بيقول لك احنا في اجتماعنا، في اجتماع انتهى بخناقه، ولما الاجتماع انتهى بخناقه فوجئنا بعد كده بقرارات بتنسب رغم ان احنا ما كملناش الاجتماع. ماشي. المهندس هادي ابو ريده يعني كان عنده اجتماع مع في مجلس الوزراء او حاجه زي كده حسب ما قال، وساب الاجتماع وقال الكابتن شبيه كمل الاجتماع، فكنا بنكمل الدردشه عاديه جدا، وكان معظم الاجتماع لتهدئه المستشار مرتضى منصور، وبعد كده هو انتهى الاجتماع بدون اي قرارات. خرجنا بعد كده لقينا ان في قرارات بتنسب للاجتماع، فانت بتقول لي ان احنا نعمل اجتماع مع اتحاد الكره، انا اتحدى النهارده اتحاد الكره اللي عمل اجتماع فيه اقل من 12 ساعه ان هو يدعو مجلس لجميع الانديه تقعد وتقول رايها. ليه ما بيعملش كده يا استاذ صقر؟ واحنا هي الانديه دي مش انديه مصريه لها حقوق على هذا الاتحاد؟ طبعا. ليه النهارده هو في الازمه الكبيره دي مصمم ان شخصين او ثلاثه بالكثير قوي داخل الاتحاد هم اللي بيديروا الكوره وهم اللي بيحلوا المشاكل؟ انا عارف ان ده هيسبب لي مشاكل كتير. مفيش دور للجان كمان يا فندم محمد، ما ده اللي احنا بناكد عليه، اتنين تلاته بيديروا الاتحاد، مفيش دور للجان. ما ده دور. ده اللي رؤيه الانديه واصله له. طب الانديه عليها ان توقف ده، وبالتالي ده اللي انا بقوله لمحمد بيه، وده دورها، انه لازم الانديه تاخد قرار واضح وصريح انها عاوزه دوري زي كل العالم. الحلقه مفقوده يا استاذ عصام، الحلقه المفقوده، وهي الحلقه ما بين اتحاد الكره كجهه تنفيذيه لما ينبغي ان يكون نابع من الجمعيه العموميه. فالجمعيه العموميه في وادي، والانديه الدوري الممتاز في وادي، والدرجه الثانيه في وادي، كل واحد في وادي، وكل واحد بيفكر في مصالحه اللي هي تتعلق بيه هو، وده اللي اتحاد الكره نجح ان هو يدير الكره من خلاله. اتحدى النهارده ال 15 نادي بتوع الدوري الممتاز غير الاهلي والزمالك وبيراميدز ان هم يعقدوا اجتماع مع اتحاد الكره او يتوافق لهم على عقد اجتماع، مع ان المنطق يقول النهارده لما كلنا وقعنا في هذه الدوامه وهذا البطلان وهذا العبث الزاير، اتحدى ان اتحاد الكره يقول طب تعالى يا جماعه نقعد مع بعضنا ونفكر ونتحمل المسؤوليه كلنا. سلطة تنظيم البطولة، مسؤولية الأندية، اللائحة بتسمح لك إنك تنشئ رابطة، والرابطة هي اللي تدير الدوري. هي الرابطة. الأمر ليس برمته في إيد اتحاد الكرة، الأمر في إيد الأندية، وده اللي نادي الأهلي أكد عليه، وده اللي الأندية أكد عليه. يعني في أحيانا بتبقى حسابات مقصة برضه. خالد استاذ عصام يقول لك أين الرابطة، وهو عارف كويس قوي كصحفي كبير لماذا أجهزت الرابطة مرة واثنين وثلاثة. حتى لو أنا عارف أنا مش جات، أنا تصدق بالله يعني في أيام مفترجة أهو بالبلدي كده الدارج، أنا لو رئيس نادي لخلي الكرة في مصر حاجة تانية خالص، لأن همتلك كل الحقوق إلا لو الحكاية فيها سيب ونسيب. والأدوات الخام أحيانا كل الأدوات معانا موجودة، بس لأن الموضوع سهل جدا، أنا أطالب هيئات بأنها تلعب دورها ولا شيء غير كده. أنتوا بتقعدوا تشكروا المتطوعون في الأرض، بينما الاصل انك ترفض اي متطوع مهما كان جدع وصاحبنا وكمان كواليفايد، بلاش صاحبنا وبس، لكن لازم ترفض. انا عايز راجل ما يبقاش صاحب خير على البلد دي، انا عايز واحد اختاره بعنايه، هو يصلح لهذا العمل، هو محترف، هو تحت الحساب جاهز، هو يمكنه ادراك من النجاحات الكثير. لازم ترفضوا ان ما يبقاش فيه لجان ناقصه في اتحاد الكوره، مفيش لجنه فنيه، مفيش كذا، مفيش ماذا، مفيش مدير فني. مش ممكن يعني الكابتن شوبير يا استاذ عصام لما جه عمل حاجه اسمها تفعيل اللجان، اصبح عندنا في لجنه شؤون لاعبين ونجحت فتره معينه جدا واصدرت قرارات عبقريه ومهمه جدا يتخذ بيها. لجنه التظلمات فعلها، لجنه المسابقات الى حد معين في الاول بدا
هاجموه بعد كده انت اللي بيحدد. بعد اسبوعين ثلاثة رجعت تاني لعدتها، رجعت ريما لعدتها القديمة. ما هو لأن برضو العنوان مع احترامي للنوايا الطيبة، يعني إيه تفعيل اللجان؟ ما هو يا في لجان يا ما فيش لجان. ما كانش في لجان. طيب. يبقى رفع اللجان بقى مش تفعيل اللجان. هو الراجل اجتهد إن هو جه طالب بتفعيل اللجان. طب تعرف حاجة يا أستاذ أسامة أقولها لك معلومة؟ تعرف اللجان من ضمن أسباب عدم انعقادها إيه؟ إن هما بيرفضوا يدوهم فلوس. بدل الأجور بتاعتهم. على فكرة البند ده كان النهاردة هيتناقش في اجتماع اتحاد الكرة اللي ما كملش. بيرفضوا ايه؟ بدل، يعني عضو اللجنة اللي يحضر بيبقى ليه بدل. رفضوا، او يعني حسب كلام استاذ محمد الطويلة ان فكرة صرف البدل ده مش موجود. يعني الاتحاد مش عايز يصرف بدل ولا اللجان ما بتحضرش. اعضاء اللجان ما بيجوش. ما بيجوش عشان ما بياخدوش البدل يعني. طبعا طبعا انت الاداره دي متخصصه، لجنه التظلمات دهيت للقضاء وناس كبيره في المقام، ما تقعدش تشغله وتقول له مالكش اب. ما هو بقى لو في رابطه، الرابطه دي ليها ميزانيه، الميزانيه هي اللي هتصرف على كل ده. برافو عليك، هو ده حلها كده. وهو ده اللي بخلي النهارده احنا عندنا عوار كبير جدا في كره القدم وفي اداره مسابقات كره القدم. هو ده السبب. في نقطة أخيرة عايز أقولها لك محمد سعيد، معلش. اتفضل. لا معاك، مع حضرتك. النهارده مثلا في حاجة احنا بقالنا عشرات السنين معروف لما بنيجي نعمل مجموعات الدرجة الثانية. المجموعات بيطلع ساعات بعض السنوات يطلع إن في مجموعة 12 ومجموعة 11، فبتكمل المجموعة ال 11 بمجموعة من أقرب جغرافيا ليها بالظبط. أنت عارف النهارده في معركة دايرة تحت مين الأقرب جغرافيا؟ قال لك لا لا لا، التورته بقى بتتوزع عشان الثلاثه اللي نزلوا في اطار نطاق جغرافي واحد. لا، هو بتتاخد اقرب جغرافيا، يعني مثلا السنه اللي فاتت خدوا نادي الاعلاميين لانه على اخر حدود الجيزه الملاصقه للصعيد، فهي لها قواعد معروفه طول عمرها. النهارده بقى طب نظام سيب ولا نسيب بقى؟ طب ايه رايكم اعمل لكم كده اهوت وخلي كده؟ طب انا ممكن اجيب لكم في حد فريق طالع من الدرجه الثالثه عشان مش عارف ايه؟ ايه الفوضى دي؟ ايه الفوضى دي يا استاذ عصام؟ هي لها قواعد ماشيه طول عمرها، ليه النهارده بتطلعها بتعملها تورته عمال تقول لا ده يروح هنا وده؟ ما هو ده اللي مبوظ الدنيا. استقيموا على رايك يا استاذ، استقيموا يرحمكم يا جماعه. احنا في 2019 الكلام ده، احنا في 2019 يا جماعه. عايز اقول لك على معلومه، انا بختم معاك كلامي يا استاذ محمد. الاتحاد التونسي اعلن منذ قليل بدايه الموسم الجديد 24 اغسطس. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحه وسلامه. دي اتحادات قويه وشغاله. طب انا عايز اقول لك خبر ثاني. النهارده احنا اتقدمنا للاتحاد الافريقي وللاتحاد المصري بمذكره حول ان هو كيف يتم استبعاد 6 حكام من الحكام المميزين عندنا المشهود لهم بالنزاهه والتحكيم والكلام ده كله اللي هو العداله، وياخدهم حكم موقوف مرتين السنه دي وعامل كارثتين. احدى الكوارث ديت كان في مع النادي الاهلي في ماتش الانتاج الحربي لما الراجل شال ازاره ووداه الناحيه الثانيه، وفي ماتش الطلائع 3 ضربات جزاء. تاخدوا الراجل ده وسايبين الحكام الثانيه، اين العداله؟ اذا كنت مش قادر تعمل عداله بين الحكام وبعضيها. ما هم الحكام راحوا للاتحاد الافريقي، واعتقد هيحصل تعديل او هيحصل اجراء خلال الساعات القادمه في هذا الملف يا استاذ محمد. هو ده السؤال يا استاذ، انت مش عارف تعمل عداله بين حكامك، هتقدر تعمل العداله بين الحكام والانديه؟ اشكركم جدا محمد، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك على هذه المداخله. وبالتالي قدر الامكان استاذ عصام بنحاول نوصل للمشاهد المشاكل اساسها فين وحلها ازاي، لكن انا صعبان عليا الابتعاد على الاتحاد المصري للابتعاد عن فكره ان ما يحدث لصالح ايه او بي من الانديه. لا دي الكره المصريه، احنا نتحدث عن مستقبل، عن طموح، عن صناعه، عن اليات اذا احسن استخدامها. احنا في منجم، احنا لدينا نشاط اسمه كره القدم يستطيع ان يعود غياب السياحه، يستطيع طبعاً ان يكسر نفس خفافيش ظلام ويعود الاقتصاد المصري الكثير والكثير من فرص عمل. انا مش باهزي، انا بقول لك كلام مهم وكلام محترم، وبالتالي لازم الناس تحط ايدها في ايد بعضها وتلاحظ ان احنا كل ما نطلبه فقط ورقه ممضي عليها ان احنا عايزين دوري زي كل العالم، لا اختراعات ولا زي ما انت قلت ولا ما ذكر الساده رؤساء الانديه.
اختراع جديد او ترشيح جديد، عايزين دوري زي اي دوري في الدنيا، يترجموا بس الورقه عربي بس بنفس الحاجات نفس الوظائف يا استاذ محمد. الموضوع ده موضوع سهل قوي زي ما بيترجم لائحه شؤون اللاعبين بالظبط كده. انا بسيط. مش بهزر ده بجد. أيوة أيوة. نفس الوظائف نفس الاختصاصات نفس طرق البيع نفس طرق الشراء. يا يعني يا جماعه مع بدايه الموسم اللي هو اللي احنا فيه ده يتقال انه بنحلم ازاي الدوري اللي تحت يبقى مجموعه واحده زي اللي فوق، فيقول لك معلش السنه دي احنا مش زي التانيين، موسم استثنائي. لا لا انا زعلت قوي، ومن حد يعني يفترض انه طول الوقت الواحد بيحترم فيه انه بيحاول يصالح، يقول لك معلش معلش. يعني ايه الدوري المصري في الدرجه الثانيه اللي هي بعد الاولى على طول يبقى ثلاث مجموعات والكلام ده يا جماعه ما يصحش، والله ما يصح. هتوديني الجزئية يمكن لأول مرة أقولها، لأن في مكالمة عملتها من حوالي أكتر من أسبوعين ثلاثة وأنا هقولها لأول مرة. أنا كلمت الكابتن مجدي عبد الغني يوم مباراة الزمالك ونهضة بركان كانت بتتلعب في المغرب، وقلت له يا كابتن مجدي في جوابات طلعت من الاتحاد الأفريقي جت للاتحاد المصري بخصوص مواعيد القيد ومواعيد إرسال أسماء الأندية. الكلام ده كان يوم 19/5. تيجي على طول. قلت له يا كابتن مجدي اتحاد الكره هيتعامل مع هذه الجوابات ازاي؟ قال لي زي كل سنه. اكيد ما انا بقول لك هيقول لك زي كل سنه. بس السنه دي في وضع مختلف يا كابتن مجدي، السنه دي الاتحاد الافريقي حدد مواعيد مرتبطه انها لازم تنهي الدوري عندنا في مصر قبل 30/6. قال لي هنشوف وهنحلها. قلت له طب مواعيد القيد هتفتحها ازاي وانت الدوري ما خلص؟ قال لي هنكلمهم وهنحلها. اجابات حتى لو انت بتتعامل بلغه صحافه وعايز تاخد معلومه عشان تنشرها ما خدتش معلومه. وفوجئت في نهايه المكالمه ان كابتن مجدي قال لي ان الجواب المتعلق بالقيد اللي هو من 1/10/7 ومن 20/21 والكلام ده لغايه 30/7 قال لي اصلا ما اعرفش عنه حاجه. ما يعرفش عنه قال لي ما اعرفش عنه حاجه خالص خالص. طيب ما دي برضو حاجه كويسه ان انت لما تبقى ما تعرفش على الاقل افضل ما تعرف وما تعملش. يعني اقول لك ايه، بس انت بتقول لي كلام يعني مش بس يحمل كل انواع الغرابه لكن كلام كمان له معاني يعني تزعل. عارف فعلا معاني تزعل، تزعل على دور الاتحاد، مش دور الاتحاد، على ان ما انه انت مش في نفس الموضوع اللي حواليك. عارف يعني ايه؟ مش يعني متعايش مع الاجواء والظروف المحيطه بالاجنده الافريقيه. الكره مش نفسها. الافريقيه بس، الكره اللي عندنا دي غير رغم ان احنا عندنا منجم مواهب يا جماعه. يعني الحقيقه في ناس بتوظف الدوريات بما ليك زي ما انت قلت بنظم مؤسسيه واقتصاديه وكذا، على قد ما بتعمل السياق دي على قد ما الكرة عندها بتبقى مصدر سعادة ودخل. لكن احنا عندنا الأهم، نحن نملك ما لا يملكه الآخرون، 100+ مليون بني آدم من أجود أنواع الأفكار، ذكاء منقطع النظير للطفل المصري ومن ثم يبنى عليه. وبالتالي يمكنك يا أخي احنا يبصوا ده أول حاجة عيب قوي في الكورة في مصر، عدد المقيدين يا أستاذ محمد في كل الدرجات. أنا قلتها يعني مرات وآسف لكلمة أنا، لا يمثل تلت المقيدين في كرة اليد، اليد الشريط ما علقش، مش في القدم في ألمانيا، تلت في اليد في ألمانيا، في كرة اليد في ألمانيا. تخيل في بلد عدد الممارسين للعبة والمقيدين، المقيدين في الاتحاد، الممارسين كثر في مصر، لكن فين الكشاف مقيد. وفين وفين فين دور ان اتحاد الكرة يضع توصيف لمدير الأعمال؟ فين هو مدير الأعمال؟ دي حاجة كده مباحة، واحد ماسك شنطة ولمم 500,000 توقيع. انت سألت على الولاد دي، انت سألت عن حلم الأسر المصرية اللي بيسرق من حموكشة وبروس وده وده ويدفع الأم 200 جنيه و300 جنيه واللي عامل جمعية واللي نفسه ابنه يبقى لعيب كورة. هذه المهنة التي أصبحت فخر للأسرة وقد تغير من حالتها الاجتماعية وكذا، احنا فين من وضع هذا الخيال؟ ها الخيال العظيم الذي يمكن إدراكه لقاعدة أساسية في البلد دي، أنت تملك، وأنا بأكدها لحضرتك، ما لا يملكه الآخرون، أنت تملك المادة الخام، الباقي تصنيع، غيرك يعرف يصنع بس وبيستورد المادة الخام يا أستاذ محمد. تخيل الموضوع سهل قوي لكن يحتاج إرادة زي إرادة الدولة المصرية بشعبها. وتاني أرجعك لعنوان مصر الجديدة اللي الآن بيمر عبر تحملك وتحملي بس نلاقي طريق، تحملك وتحملي بس نلاقي جديد، عندنا أمل مش عارف في إيه، عندنا أمل في صناعة، عندنا أمل في طرق، لكن أن تبقى بلا طموح ولا أمل كمان صعب. لا يا أخي، لا يا أخي، صعب قوي يا أخي، صعب. واللي يتكلم يا يطلع ابيض يا يطلع احمر يا يطلع اصفر يا يطلع اخضر، مش صحيح. يجب ان تكون هناك قاعده. عشان كده
انا دايما بحب اودي الانديه او الجمعيه العموميه على ان هم يبقوا النفس اللوامه يا اخي، لازم لابد ان يلوموا انفسهم. لابد ان تكون هناك روابط، ولابد ان يحكم الدوري الممتاز من هم على شكله بعضهم البعض فنيا واداريا وماليا. لكن انت بتجيب لي يعني يعني فئه كرويه ممن لا يملكوا لا ملائه الاموال ولا الاعمال، وتحطهم في دوري لمجرد انه سجل ايه؟ يا عم ده الصوت دلوقتي يقول لك سجل 5 ويلعب كره شاطئيه ساعتين على شط المريوطيه ومش عارف ايه، فتبقى صوت. تبقى صوت في بينما يحجب غيرك كذا 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 كذا. يعني التاريخ سيذكر رجال اثروا في الوطن ده. اتمنى انه الناس دي تخلي بالها انه فعلا صفحات التاريخ حاضره لتسجيلات وانجازات مهمه جدا 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 في وقت والله هذه الصناعه تعطي كل من يحب شيء كل ما يمكن أن يكون طموحه ومكاسبه كمان. وإذا أراد أن يكون من العاملين عليها أو يكون من أهل بيزنس كرة القدم بيزنس شرعي، دولة ممكن تعمل قفزة دولة الكرة المصرية دي لوحدها. تخيل بقى تمام. ولا أحد يراعي ده. طيب الساعة دلوقتي 9:30 و5 كويس مفيش جديد يعني، والاجتماع بدأ من الساعة 4 ثم لم يستكمل، وكان في المفروض مؤتمر صحفي مش عارف، هو كان في جلسه تجمع السيد الوزير بكابتن محمود الخطيب والمهندس هاني ابو ريده، واعتقد ان معاه اللي هو ثروت سويلم والدكتور مصطفى عزام. حضرتك كنت في الاتحاد. إيه انا عبرت كده عابر سبيل برضو، لا تتخلى عن مهنتك قلم وورقه او تشتغل جوال. فعلمت يعني بلغه الصحافه ان هناك جلسه السيد الوزير زي ما قلت لحضرتك كابتن محمود الخطيب والمهندس هاني ابو ريده واللواء ثروت سويلم ودكتور مصطفى عزام في مبنى التعليم المدني، قد يكونوا بيتفقدوا يعني رؤية مستقبلية يعني تنقذ مش ما يمكن إنقاذه، تنقذ الحقيقة وجه الكرة المصرية، لأنه لا زال هناك ثمة حلول يعني. والله يا أستاذ عصام الحل سهل جدا، والنادي الأهلي كتبه في المذكرة وكتبه في البيان وأعلنوا للجميع. الزملاء في الإعداد ما فيش حد جاله أي جديد؟ لا لسه كده بلغوني كل الأطراف لسه حتى هذه اللحظة ولم تنتهي يعني. طيب جلسة الوزير لو سمحوا يا أستاذ حكيم. أستاذ حاتم الجلسة خلصت انتهت، الجلسة انتهت لكن لم يصدر أي شيء متعلق بهذه الجلسة سواء تصريح أو بيان أو قرار. لا تصريحات ولا بيانات. ما يحاولوا لنا ما يحاولوا لنا مع السيد الوزير أو مع المهندس هاني أبو ريدة أو مع الأستاذ أسامة إسماعيل المتحدث يعني الرسمي ومدير الإعلام. هيحاولوا اتحاد الكرة تبقى حاجة لطيفة يعني. نشوف الأمر خلال الدقائق القادمة. صحيح. بس أنا والله بأكد لك يا أستاذ عصام النادي الأهلي حط خريطة الطريق للجميع في البيان وفي المذكرة اللي أرسلها لاتحاد الكرة. الموضوع سهل جدا. عندك جواب من الاتحاد الافريقي بيقول لك يوم 3/6 اخرك 30/6 ابعت اسماء الانديه، وما فيش حاجه اسمها كرات بارقام وحروف في تصنيف، فما ينفعش تبعت ارقام والكلام ده، فلازم تخلص الدوري قبل 30/6 عشان تبعت الاسماء الاربع انديه. وبعت لك جواب في شهر ابريل قال لك مواعيد القيد من 1/10/7 من 20 من 11/20 من 21/31. صحيح. ادي الجوابين. ده بعد ده بما فيها الغرامات بقى بما فيها الغرامات وقال لك كمان من 21/31 لو ايدت لاعب في التوقيت ده مش هيلعب الدور الاول. هيلعب معاك من دور ال 16. مش هيلعب الدور ال 32 او ال 64 حسب الاشتراكات يعني. لان بيراميدز هيلعب 7/8 الدور التمهيدي. سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه. تمام؟ فبالتالي 7/8 واول سبتمبر المواعيدين دول دور التمهيدي دور ال 32 مش هتستفيد باللعيبه اللي هتتأيدها بعد 21/7. ايوه هتلعب معاك من دور ال 16. من دور ال 16 الموضوع واضح وصريح. لا تمهيدي ولا 32. بالظبط اللي هو اول اكتوبر. فبالتالي في اي جلسه وفي اي مناقشه على اي موضوع انت بتشوف قدامك ايه المواقف القانونيه لحل هذه القضيه، وبتشوف الموقف القانوني بيحللك القضيه ولا بيعقدها لك. جوابات الاتحاد الافريقي مش بتحللك القضيه، ده بتقول لك خد القرار وانت مغمض. ما فيهاش موائمات وما فيهاش مجاملات وما فيهاش صوت عالي. الاتحاد الافريقي بيقول لك ادي القرارات المتعلقه بالاجنده الافريقيه، خد قراراتك عشان تبدا تستعد لافريقيا. تونس عملت ده من حوالي 21 يوم، المغرب عملت ده، كل الاتحادات الافريقيه المعنيه بهذا الامر خدت القرارات دي. فبالتالي ما فيش غير حل واحد، انت خلال الساعات الجايه حدد موعد مباراه الاهلي والمقاولين، مباراه الاهلي والزمالك، مباراة الزمالك والإسماعيلي، مباراة الزمالك والجونة. أنا شايف حاجة بيقولوا الحل غدا يعني على حزب ما في بيقولوا. في حاجة طلعت؟ يعني بيتقال إن المهندس هاني أبو ريدة سايب تصريح بالمعنى ده يعني إن الحل غدا. أبو ريدة الغاية الدولي ممكن مستحيل. ممكن تكون تسريبات يعني لسه الموقع الرسمي ما كتبش. كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ده من سوبر كورة. تمام.
ان مجلس اداره اتحاد الكره الرئيس مجلس اداره اتحاد الكره ان ما يتردد عن الغاء بطوله الدوري غير صحيح ومن المستحيل ذلك، وتابع بوريده سيتم الوصول لافضل حل غدا حول ازمه الدوري وموعد انتهائه وارضاء جميع الاطراف. كان الاهلي طبعا قد تمسك خلال الجلسه ممثلا في محمود الخطيب بدون القاب طبعا رئيس النادي بحقية النادي في الحفاظ على حقوقه التي يكفلها له اتحاد الكرة ولوائح البطولة. طيب إذا ما صح هذا التصريح وهذا الخبر، وأنا واثق طبعا في الزملاء في سوبر كورة واليوم السابع نازل على الاثنين على اليوم السابع وسوبر كورة. طيب. سوبر كورة ده مولودنا العظيم الحمد لله، كل التوفيق. دي تصريحات جميل يعني. ده مراد محمد مراد لا بنسبة 100% أنا أثق في تصريحاته. لا كل الرجالة بنسبة 100% ما تقلقش. لا الحمد لله كل الزملاء بنحاول دايما نكسب مصداقية الناس لأنه الناس هي أصحاب الحقوق الحصرية في المعرفة. احنا زملاء لازم تقول له الحقيقة طبعا. لا وأنا عارف إن أنت كمان منحاز لزملائك يعني عشرة طويلة معاهم. أكيد طبعا. طيب فكرة التصريح، لم نصل لاتفاق محدد ولا نية لإلغاء الدوري، قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية وسنرضي كل الأطراف. لا إيه؟ مش سنرضي لإرضاء يعني، برضو خلي الصياغة فيها حسن نية إلى الغد يا صديقي. يعني خلي الصياغة لأنه يعني تاني نقولها من المستحيل اللي هي الإلغاء، وتابع أن الوصول لأفضل حل غد سيتم الوصول لأفضل حل غدا قد يكون هنا بين السطور قد يكون، ونحط حسن النوايا لأن أعتقد مهندس أنا بريد الرجل له تاريخ يريد أن يظل كما هو يعني لأفضل الحلول غدا حول أزمة الدوري وموعد انتهاء وإرضاء جميع الأطراف، اللي هو حل مقنع أنت نفسك قلت، بس ده إذا إيه خلصت النوايا عشان أبقى شاهد عدلي بين يعني كلامك وبين ما نقرأه في السطور دي من السطور. وبالتالي إذا صلحت النوايا يبقى غدا الكل سيرى الحقيقة، والحقيقة وحدها هي من ترضي كل الأطراف. لا ترضي من لا يريد الحقيقة. صح بالظبط. فاحنا هنقول ده انه ده ارضاء كل الاطراف معناه العمل على الصح، اعمل الصح. وبالتالي كابتن محمود الخطيب لما حضر الجلسه اعتقد كمان مبينه كده بوضوح انه كمان كابتن محمود الخطيب يعني ممثل النادي الاهلي وهو طبعا القامه والهامه في كره القدم لم يعلق، اذن هو ينتظر. طيب. ايضا زملائي الغد زملائي في العدد برضه بيبلغوني ان المهندس هاني بوريده رئيس اتحاد كره القدم بعد الاجتماع اعلن ان البيان سيصدر غدا بعد انتهاء الجلسه، وغدا باذن الله هيكون البيان النهائي لحل هذه القضيه. نفس الكلام بالظبط يعني لا ده احنا لا لا لا, لا, لا مش تاكيد المعنى بالعكس، انا عارف انت قد ايه يعني عايش في وسط زمايلك برضه، انت اعلامي جوال يعني اشهد، لكن انا قصدي انه كمان لما نحلل تحليلا لا كابتن محمود الخطيب ايه ما ردش انتظارا لوجود ايه نوايا حل مقنع للجميع، مش فكره الارضاء يعني، فكره أن يكون هناك قناعة بالصح. قناعة بالصح والقانون اللي ما هو بالزبط. لأن أنت أول بدايات الكلام قلت أن النادي الأهلي تقدم بما يمكن أن يطلق عليه المطالبة بكل ما هو صحيح لكرة القدم. بالظبط كده. وبالتالي لعل يعني انتظار الكابتن هو يعني الكثير أن الغد قريب ساعات. طبعا. وتنقشع بقى يعني الغمة دي قضية داخلة في أكتر من شهر ونص وللأسف الوقت سرقنا، وكان في بعض الشخصيات بتلعب على عنصر الوقت، لكن الحمد لله النادي الأهلي كان سباق في اتخاذ هذه الخطوة وكان ليه دور كبير جدا لصالح الأندية المصرية، والتاريخ هيذكر اللي بيحصل النهاردة وبيحصل خلال هذه السنة والموسم ده الاستثنائي، لأن الموسم ده كاشف لأمور كتيرة جدا يا أستاذ عصام. الأندية لازم تعرف إنها حاجة من الاتنين، يا إما بتخش في تحالفات ومن ثم ده منتظر هبة من هنا وأخرى من هناك وشوية كور على شيكين ثلاثة لأنه دي مش إدارة كرة محترف، لكن أنا بقاعدك أن الكرة ستتحول إلى صناعة شعبية، لأن هناك أندية الحقيقة حتى لو تمتلك ملاءة الأموال هي لا يمكنها أبدا أن تتواجد داخل الصناعة إلا كبراند مش كأندية، لأن كرة القدم حول العالم تلعبها مناطق جغرافية، مناطق شعبية، تولد الزبون
بالبلد كده تولد الجمهور الذي يبيع ويشتري، الذي يرتفع ثمن البث بسببه، الذي يمكنك أن تتداول معه كإدارة التيشيرت والكوفية والمج وكذا، وأن تبيع أغلى التذاكر وأن تضع على شاشتك كم عدد الحضور في هذا الملعب أو ذاك. ومن ثم أعتقد أن الدولة عندها هذه الإرادة لميلاد صناعة نظيفة زي اللعب النظيف كده. تمام. طيب اخر خمس دقايق ممكن نلقي الضوء على معركه التقصير، وحد يمسك كده زي الحكام اخر خمس دقايق اللي هي نشوف الفار. لا انا بقول لك اخر خمس دقايق. طيب معركه تقصير العظام اللي موجوده داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بعد مباراه الترجي والوداد وما شابهها من قرارات اتخذت خلال الفتره الاخيره، انا وصفتها معركه تكسير العظام. هي معركه، انت طبعا وصف يعني وصف جميل ان لسه ليها، لانه لسه هي لعبه ريست على فكره. يعني اقرب للعبه الريست لتكسير العظام، لانه القوتين زي ما وصفتهم لك بيحاولوا السيطره.